مرحبا بكم من جديد في هذا الموعد المباشر من برنامج المجلة الصحية. اليوم 29 سبتمبر هو اليوم العالمي للقلب، باش يكون موضوعنا الرئيسي الحديث عن النشاط البدني اللي هو شعار هذا اليوم العالمي وتأثيره على القلب، يعني تأثيره الإيجابي على القلب. أيضا سنتحدث على أهم ما يهم ربما العوامل الاختطار، عوامل اللي تسبب مشاكل في القلب، ارتفاع ضغط الدم أو ما يحيط بكل ما هو قلب، عضلة أو سيران دم في القلب. إذا سنتحدث كذلك على يوم ماراثوني يقوم به الإخصائيين في أمراض القلب والشرايين حتى يعطيهم المثل للحفاظ على هذا العضو اللي هو القلب، اللي هو ربما نقول أنا هو المحرك اللي موجود في جسم الإنسان واللي يضخ الدم وليزم يكون سليم من كل المخاطر. سنتحدث كذلك، وشهر أكتوبر وآخر شهر سبتمبر هي أيام عالمية، يوم غرة أكتوبر من كل سنة هو اليوم العالمي للمسن. سنتحدث كذلك على يوم مفتوح للمسن حتى يقوم بفحوصات مجانية بمعهد التغذية، وذلك يوم السبت أي يوم غد 30 سبتمبر. أيضا سنتحدث عن ملتقى جمعية رعاية المسنين بالقيروان اللي نظم الملتقى الثاني لطب الشيخوخة بالقيروان، وهذا ربما يتزامن مع اليوم العالمي. كما قلت كذلك سنتحدث على أيضا دور اللي تلعب تونس بأطبائها بالاختصاصات اللي موجودة. اليوم نتحدث عن اليوم العالمي للقلب، لهذا ما يخفاش أن يلزمنا نتحدث كذلك على أهم الشراكة اللي صايرة ما بين تونس والبلدان الإفريقية، وضيوفي سيثمنوا ذلك من خلال زياراتهم، من خلال أيضا العقود اللي قاعدة تتعمل بيننا، عقود الشراكة بيننا وبين هذه البلدان حتى نثمن العمل اللي قاعدين يقوموا به الأطباء. نبدأ بتقديم ضيوفي لحدين معنا حتى نتحدث في هذه المواضيع. بإمكانكم التواصل معنا عن طريق عنوان البريد الإلكتروني هو santé@tunisiatv.tn، وعن طريق رقم الهاتف 71 مباشرة 71 800 814. تحضر معنا السيدة ليلى علوان وهي رئيسة قسم التكوين والإعلام بمعهد التغذية. مرحبا بك سيدة ليلى. يحضر معنا الأستاذ والدكتور فوزي عداد ورئيس الجمعية التونسية لأمراض القلب والشرايين، كذلك هو مختص أمراض القلب والشرايين بمستشفى عبد الرحمن ميمي. مرحبا بك دكتور. وأخيرا وليس آخرا يحضر معنا الأستاذ والدكتور محمد غنام، هو باحث في أمراض القلب والشرايين، هو كذلك رئيس الجمعية الفرنكوفونية لأمراض وتأهيل القلب. مرحبا بك دكتور. وسيادتك بطبيعة كما قلت أنا راهو تغلط لو كان جينا رجمع، خاطر كان جينا رجمع وأنا نفيق بك موجود في تونس يلزمك تكون بحذانا بطبيعة. تمارس سيادتك في الأبحاث نتاعك وأيضا في الاختصاص نتاعك في فرنسا. مرحبا بك دكتور. أيضا سيادتك نائب في مجلس الشعب أو مجلس النواب، مرحبا بك مرة أخرى. كما قلت في بداية الموسم لهذه السنة هو الموسم 18، يعني تقريبا عندنا 18 سنة ملي نشتغل على توعية والاهتمام بمشاغل المواطن اللي تهمه صحيا حياته وتهم حياته اليومية. ما فماش شكون ماهوش معني بخدمات الصحية، الفقير الغني، الصحيح والمريض والكبير والصغير. لهذا الغرض أيضا كما قلت سنواصل تسليط الأضواء على أهم مشاغل الصحية اللي تهم المواطنين. روبورتاج كانت عدى في نشرة الأخبار البارح يوري أربع اختصاصات في مستشفى فاطمة بورقيبة، أربع اختصاصات: اختصاص الإنعاش والتخدير، اختصاص أمراض النساء والتوليد، اختصاص الولدان وطب الولدان والخدش، وكذلك اختصاص الشيخوخة. أربع اختصاصات كانوا ملتفين حول حالة مرضية بمدينة المنستير. شوفوا هذا الروبورتاج ثم نعود. الحمد لله يا ربي، الحمد لله الحمد لله، إن شاء الله الولدي ربي ربي الحمد لله. عندي اختي وجي 20 يوم مريتهاش بكل، يعني ولدتها مريتهاش.
لحظات غلب عليها التأثر جمعت هدى برضيعتها الخدج بعد رحلة معاناة مع أمراض مستعصية خلال أشهر حملها كادت أن تؤدي بحياتهما. بعثوني باش نعدي غادي كي قالوا لي راك في خطر انت والبيبي نتاعك. وصلت لي سيارة في تروحي لي يعني باش نموت وخليك الصغيرات وحدها، حتى بهم يعني شفر تاكسي وكله وما هوش خالتين عليهم، هما يعطيهم الصحة الطب جابوهم لي نهار العيد صغاري قالوا لي خليهم خلي عايدوا بحذاك. وكنت هتصور انت لتو ما شفتها ملي ولدت ما ريتهاش جملة جملة، يعني خرجوها من كرشي لتو 18 يوم ما شفتهاش بالكل. الإيمان بربي كان قوي، ناس كل وقفت، ناس كل تطلب في ربي، يعني نهار العملية ناس كل برا هناك يعني تطلب في ربي، العائلة الكل واقفة البر تطلب في ربي يا ربي يا ربي. من بعد سمعنا العملية ناجحة. شفت يقين انت ولا لا؟ شفتها كل يوم وفرحتي أكبر إن شاء الله كنشوفوها بعضنا تو. طاقم طبي من المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة ومركز التوليد وطب الولدان بالمنستير سعى بكل السبل إلى إنقاذ الأم ووالدتها. حالة هدى كانت من الحالات الصعبة جدا اللي نراوها في الاختصاص متاعنا في الطب الباطني. هي هدى مريضة عندها ثلاثة أمراض في وقت واحد، عندها المرض متاع التصلب الجلدي اللي هو سكليرودرمي، وعندها في نفس الوقت مرض الذئبة، أمراض مش معروفة برشا راهو عندنا في تونس اللي هو البيوسيريتيماتو سيستيميك، وعندها مرض الشيح في نفس الوقت، وهما نقولوا احنا دي مالادي سيستيميك اللي نجموا يأثروا على برشا حوايج في البدن، على الكلاوي، على الرواري، على المخ، على القلب، على برشا حاجات. لقينا روحنا قدام امراه حامل في السادس شهر ما نجموش نولدوها وقتها، عندها مشكله الاخرى الكبيره الصفائح الدموية متاحة، العدد متاحة طايح برشا، عملت ايموراجي سكونابيل ايموراجي انترا الفيولير، معناتها تطور المرض متاحة في الرواري ومع البلاكيت طايحين، دونك هذيك اللي ولات عندها ايموبتيزي وتخرج في الدم والكل، ويلزم ندخله بصفة سريعة وقتها قدام ينقذوا الصغير ينقذوا للمرأة. والحق صارت العملية متاحة وانقذنا الطفل وانقذنا المرأة. يعني نعملوا تبنيج كامل الوقت رواريها ما تسمحش على خاطر فريمون عندها ضعف قصور مع التفرواري نتاعها. الحاله الثانيه نعملوا بنج موضعي نقولوا احنا راشي انستيزي. المشكل وقت الصفائح طايحين برشا، معناتها لقينا الحل انه فما نوع من الادويه وفرناه لها، دواء غالي جدا تقريبا سوم يعملوا 20 مليون تقريبا، وفرناه لها عن طريق المستشفى، وطلبناه من عند الفارماسي وفرتوا لنا في الويكاند، دونك سكر سمحنا اعطيناه له يوم معناتها يومين متتاليين يوم السبت يوم الاحد. كي جينا نهار اثنين بالضبط وقت البلاكات نتاعها الصفائح طالعوا، سمح لنا وقتها باش نعملوا لها بنج موضعي ونتفاداو الرواري والتبنيج كامل. الحمد لله وصلنا باش منعناها، وزيد اضف انا منعنا البيبي. هذا هو فريمون كما يقولوا احنا المجهود الكبير اللي عملوه الطب، اللي عملوه الفرمليه، المبنجين، العباد الكل، الفارماسي، حاصيلو كلهم هما اللي كانوا سبب في النجاح الكام تاع هدى هذه. جينا تقريبا 48 ساعه خايفين خاطر التدخل في الوقت هذاك كما فسرت لك مدام ويلي وسيجراتي كانت ممكن المراه نفقدوها بنزيف حاد جدا لانها ما تجاوبتش مع الدواء من الاول، وتدخلنا في الوقت هذاك كان ممكن يسبب نزيف كبير برشا. دونك ميساج كبير للنساء الكل اللي يكون عنده مرض معلوم ماذا بيه اول ما يحبل يتصل بطبيبه. يقي ان حظيت بعنايه طبيه قبل ان تتمكن والدتها من احتضانها للمره الاولى. يقين اليوم ان شاء الله مش تخرج مع امها بحول الله. الحاله نتاعها تحسنت برشا خاطر من الاول كان عندها ضيق في التنفس واستحقت عنايه مركزه ونعاش. هي مات وبعد قمنا بالتربية متاعها باش كبر زاد في الميزان ولات تعمل على روحها في التغذية وفي التنفس وفي كل شيء. هدى حالة طبية معقدة نجح الأطباء في الإحاطة بها ليثبتوا مجددا مدى كفاءة طبيب القطاع العمومي التونسي إذا ما توفرت الإمكانيات والإرادة. إذن هذه هي مستشفياتنا، هذه هي اختصاصات الأطباء اللي عنا، وهذه هما الكفاءات الطبية اللي موجودة في المستشفيات التونسية، المستشفيات الجامعية. كان هذا بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة. شكر خاص للي قام بالروبورتاج تحقيق أسماء البراق غزية، تصوير معز العابد، وتركيب محمد علي العوني. كما قلت هذه هي كفاءاتنا وهذه هي مستشفياتنا وهذم هما أطبائنا. لازم نكونوا متفائلين بالخدمة الصحية وأيضا فخورين بهذه الكفاءات اللي موجودة عليها البلاد متاعنا، ومن نجم كان
بهذه الكفاءات نحملهم كذلك مسؤولية كبيرة لهما ولغيرهم، وكذلك شكري جزير لكل من هو قاعد يعمل في الظروف الصعيبة اللي يعيشها هذا القطاع. إذا نمر إلى المواضيع اللي ذكرتها في بداية الحصة. سيدة ليلى علوان، مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا. وكان تحكينا على يوم المسن، اليوم العالمي للمسن اللي هو كل غرة أكتوبر من كل سنة. أي كل غرة أكتوبر من كل سنة هو اليوم العالمي للكبار السن والمسنين. وإحنا في المعهد الوطني زهير قليل للتغذية ولات عندنا عادة تقريبا 4 سنوات، في كل معناها سنة نعملوا يوم مفتوح للمسنين، يعني كل إنسان يحب يعدي، مش بالضرورة يعدي على السكر، يعني فما برشا اختصاصات. غدوة إن شاء الله تبدأ التظاهرة من 9 متاع الصباح حتى 12. كل اللي باش يجينا ماذا بينا يجيب بالملف نتاعو باش الأطباء يعرفوا إذا كان عنده أمراض سابقة، إذا كان ياخذ في دواء يجيب معاه دواياته باش الأطباء اللي غاديك يفسروا له أو يغيروا الحاجة، معناها يجيب أوراقه اللي ما سينس يمشي بهم يجينا. فما غدوة إن شاء الله باش يكونوا فما 4 أطباء اختصاص طب شيخوخة، اللي هو احنا نعملوا اليوم هذا مع القسم الامراض الباطنيه في شرنيكول، دونك باش يجيونا 3 من عند شرنيكول، وباش يجينا طبيب معناها مختص في طب الشيخوخه من القطاع الخاص باش يجي يعاوننا بصفه معناها فرديه. ثم فما اختصاص معناها باش يكون فما طبيب اختصاص امراض جلديه، باش يكون فما جهاز الهضمي، وفما طب العيون، وطبعا فما الاطباء نتاعنا يعني اختصاص بالطبيعه كي تكون مسن ايضا تقول. أيوة. سكري. أيوة. ضغط الدم والامراض القلب والشرايين. وين؟ قال لي باش تهز دكتوره. احنا ماذا بينا؟ ما برانسيبو ما يجيك هو اللي راهو الطب الشيخوخه، هو مش ماهوش هو اللي يعني هو اللي باش ينسق بين الاطباء معني الاختصاصات الاخرين، وطبعا توجيه هو ايضا هو توجيه. وغدوه طبعا فما الاختصاص هو التغذيه، معناها باش يكون قسم التغذيه، خاطر كبار السن ما يلزمش تعطيهم معناها نصائح تكون صعيبه، كي تبدا صعيبه ما يطبقوهاش، وبعد تالي يولي ما يطبقوش. شو تقصد بصعيبه؟ صعيبه مثلا وقت اللي تتحكم عليهم باغ اكزومبل باش ينقصوا في برشا حاجات، او ما تاخذش بعين الاعتبار حالتهم مثلا حالة الفم، حالة الجهاز الهضمي اللي هو فيه برشا قلق إلى آخره، عادة ما يبدأ فمهم ماسط وانت تجي تأكد عليهم حتى الأسنان معناها الأسنان مشكلة. احنا طبعا غدوة فما طب الأسنان طبعا احنا ديما موجودة، حتى الأسنان كي يبداو ما يمغذوش مريح أيضا يأثر على الجهاز، مشكلة كبيرة وما عندهمش والريق ينقص بالعمر، وفم برشا حاجات. إن شاء الله غدوة نحاولوا معناها نعاونوهم نرشدوهم، هي فرصة باش حتى اللي يكون مسن ما عندوش حتى مرض لكن يحب غدوة يجي يعمل فحص يشوف، هي فرصه معناها ان شاء الله كل عام تكون ناجحه بالخاص ان شاء الله. اذا مفتوح للناس الكل؟ مفتوح للناس الكل، اللي مريض واللي مش مريض طبعا يهز دويته وينجم يكون معناها اصل ويداوي عنا او ما يداويش عنا، معناها مش بالضروره يكون مريض من قديش طاقه الاستيعاب. والله احنا معناها العامين والعام اللي قبل تقريبا شفنا اكثر من 60 مريض في الثلاثة اسابيع، لانه مع المسن ناخذوا اكثر وقت. مش كيما تشوف معناها كهل ولا طفل، كيما تشوف مسن يلزمك وسع البال، يلزمك برشا وقت، ثم تقويم معناها الحاله نتاع الشيخوخه، دونك هذيك اللي هي تشد الوقت على الاقل يلزم نص ساعه، خاطر اللي يقول طب شيخوخه باش يشوفوا له زاده اذا كان عنده مشكله في النسيان، اذا كان عنده مشكله في امراض اخرى، دونك تاخذ الوقت، ما ينجمش الطبيب يشوف في اقل من نص ساعه مريض. انت قلتي تقريبا 4 سنوات، شنو خاصيه هذه السنه وشنو الهدف؟ يعني شنو الهدف؟ هل هي ربما تقريب انه يقرب تقريب معرفه المسن لحالته الصحيه تحديدا توجيهه، معناها هل اليوم فما مسنين غالبا ما يعرفوش وين يمشيو او ماهوش فايقين بامراض؟ تشوف فما اللي مريض وما يجيكش خاطر ما عندوش الامكانيات باش يداوي،
كي تعمل له يوم مفتوح، يوم مجاني مفتوح، يتشجع ويجي ويشوف. نعملوه عادة يوم السبت، علاش؟ خاطر أولا العيادات الخارجية نتاعنا تكون أخف، لكن الأبناء يكونوا موجودين، معناها ولدها ولا بنتها ديسبونيبل، معناها ينجم عنده وقت تنجم تجيب. وقت اللي يجي معاها راهو ولدها ولا بنتها يسمع، يسمع النصائح. عادة احنا معناها يولي يتفهم، يولي في الدار ينجم يعاون. اللي كل عام لاحظوه انه الجانب الغذائي هو اللي ناقص، معناها ترشيد الغذائي. تلقاها تسمع، معناها كي تسمع الارشادات ما تطبقهمش كيما يلزم، تبدا عندها فما شكون ليه ولا هي تتبع في اللي موجود في البيت، معناها تتبع وساعات ما تفهمش برشا معناها. دونك غدوه تكون فرصه، ووقت ولاحظنا زيادة اللي وقت اللي يكون مجموعه، معناها ثلاثة أربعة نساء مع بعضهم ناخذهم، فما يتحاوروا بين بعضهم وكل واحدة تعطي أفكار للأخرى، دونك وتسأل وتسألوا، معناها يولي عندهم شجاعة باش يسألوا. لقينا أنه وقت اللي نعملوا هالأيام المفتوحة، أنت تعرف اللي احنا في العام كله تقريبا نعملوا في أيام مفتوحة كل مرة في موضوع، لقينا مردودية بصراحة، وبالأخص فيما يخص تقصي السكري. مثلا توا غدوة هي اللي باش تجي ويجي معاها ولدها ولا بنتها، عادة ولدها ولا بنتها يغتنموا الفرصة ويقولوا بربي نحبوا نعملوا تقصي سكري. دونك هام جدا، يعني مش مقتصر فقط على شهر اللي قبل رمضان في معدل التغذية، وإلا اليوم العالمي للسكري السكري، وعلى تو باش يجينا الكتاب غوز، وإحنا ديما معناها مقاومة. فما عدة تظاهرات في أكتوبر، فما برشا منها الجمعية نوران اللي باش تعمل ماراثون يوم 8 أكتوبر في نابل، أي في نابل، بدلنا ماهوش في تونس المرة هذيا، في نابل. علاش اخترتوا نابل؟ والله نابل على خاطر قررت الجمعية أن كل المداخيل من هالماراثون هذه إن شاء الله باش نوفروا ماموغراف لمدينة نابل، ماموغراف إن شاء الله إن شاء الله نوصله، والدعوة مفتوحة للناس الكل. دونك لو 8 أكتوبر ابتداء من الساعة 9 في نابل قدم البلدية الجديدة. الأكتوبر غوز تابع معناها إلا سرطان الثدي، الأكتوبر غوز هو تابع سرطان، هو غوز خاطر غوز سرطان الثدي. ماك تعرف السرطانات كل واحد عنده لون، بالنسبة للوردي هو سرطان الثدي. وفما فما فما تقصي، معناها فما على خاطر التظاهرة معمولة مع معناها الديريكسيون ريجونال مشاركه مع الاداره الجهويه للصحه بنابل. دونك باش يكونوا فما الاطباء وباش يكون فما تقاسي، معناها باش تكون كل الكاميونه اللي يطلعوا النساء وينجموا يتقصوا يعملوا الكشف نتاعهم. مرحبا بالناس الكل، معناها نواصل هذه طبتنا، هذه الحملات التحسيسيه راهو مش من لا شيء. هذه الخدمات الصحيه والهدف نتاعها هو توعيه اكثر فاكثر المواطن، ربما وجود هذه الحصة في موسمها 18 هو دليل على ذلك. مواضيعنا الجاية باهية اللي باش تجي في الحصص المقبلة إن شاء الله، حتى نزيد نأكد لكم ونأكدوا اللي يشكك في المواطن التونسي أو يشكك في كفاءاته، خاصة الناس اللي قاعدة تخدمها، ما نحكيش الناس اللي ما تخدمش، راهو يشكك حتى في ذاته هو وفي كفاءته هو، ويشكك أيضا في الثقة اللي تكون يلزمها تكون متبادلة بين المريض وبين المستشفى اللي هو فيه الخدمة الصحية، من البواب اللي على باب المستشفى حتى رئيس القسم إلى مدير المستشفى. إذا نمر إلى الملتقى الثاني لطب الشيخوخة بالقيروان، معنا عبر الهاتف مازال به سيدة ليلى علوان. قالت فما ماراثون أيضا في اليوم العالمي، فما ماراثون يقوم به الأطباء المختصين في أمراض القلب والشرايين. كي تعطينا فكرة على هذا الحدث اللي باش يصير يوم الأحد، ظهري بدلتوا أنتم اليوم العالمي للمسلم، يعني اليوم هو اليوم العالمي للقلب، حبيتوا أنه بطبيعة ماراثون مش يجي في وسط الجمعة بل باش يجي في عطلة، معناها حبينا يكون في نفس اليوم العالمي للقلب. اليوم هذا يتأسس عام 2000، تعرف اليوم هذا مهم برشا، داخل في الحملات التحسيسية للوقاية لأمراض القلب والشرايين. كما تعرفوا ديما نأكدوا عليه اللي هو أول سبب للوفيات في العالم، فما تقريبا شخص كل 40 ثانية يتوفى جرى أمراض القلب والشرايين،
وتنجم تقول في العالم فما 17 مليون شخص يتوفى كل عام في بسبب أمراض القلب والشرايين. دونك حبيناها التظاهرة هذه تظاهرة رمزية باش نشجعوا السنة، نحبوا نشجعوا الناس على الحركة، تناول الحركة، خاطر من العوامل اللي تتسبب في أمراض القلب والشرايين كما تعرفوا، حكينا على التدخين، حكينا على ارتفاع ضغط الدم، حكينا على مرض السكر، وما حكيناش حسب رأيي كيفية على الرياضة، ممارسة الرياضة، الحركة، حتى الحركة بصفة عامة، وقل نقص الحركة من الأسباب الكبيرة اللي هي تتسبب في 30 دقيقة في اليوم معناها، أو هو تو النصائح أقل حاجة 30 دقيقة يوميا، 45 دقيقة حتى 50 دقيقة، يقول مشي مشي, مشي كافي بسرعة شوية، مش مشي هوس. دكتور، المشي فما فرق ما بين مشي نعملوه في قاعة رياضة أو نعملوه بالذمة، يعني يدخل الإنسان لبيته يبدل حوايجه متاع العمل، يتخلص من كل هو توكسيك معناها اللي في الشارع، كان يقود في سيارة أو كان يشتغل أو كان فما ضغط عمل، ويخرج ويحط في باله أنه ماشي يعملك 30 دقيقة. يعطيك الصحة. هل عندها فرق كما واحد ماشي يخدم في 30 دقيقة يقول مش لازم نخلي السيارة على جنب ونمشي على ساقية 30 دقيقة، وماشي يخدم هو ماشي خمم في برشة مشاكل موجودة في العمل أو هو راجع للبيت، وإلا نفس الشيء؟ لا، يعطيك الصحة، هذا مهم برشة مش نأكدوا عليه. ديما نقول احنا لازم العبد يخلي ساعة من وقته لبدنه، يتفرغ من كل شيء ويخمم كان فك التناول الرياضة هذيك بسرعة، اللي تخلي نبضات القلبية تبدأ تقريبا في 100 نبضة في الدقيقة، باش يكون فما منفع للقلب. خاطر تعرف برشا ناس يقول لك انا قاعد نتحرك في الخدمة بتاعي، قاعد يوميا، حتى المرأة تقول لك راني قاعدة نقضي، قاعد نقضي كل شيء في الدار سيبها الأم شو. لا، هذايا واضح اليوم فما فرق ما بين رياضة ما بين المشي وما بين حركة عادية في المنزل ولا في معناها هو ذهني جسدي في نفس الوقت. بالضبط، يلزم نتفارغ ويلزم في اللي عجبني في الافيش انه قلت اللي يحب قلبه باش يبا بارتيسيبي، هو القلب هو اللي يحب، شكون باش يحب القلب معناها؟ فما عضو اخر يحب القلب ولا كي نحبوا رواحنا معناها؟ القلب لازم يحب روحه، لازم يحب القلب باش ينجم يمشي. هذا هو. بالضبط. علاش اطباء القلب هما اللي يقوموا بذلك؟ والله شوف، احنا مستنسين الاطباء بصفه عامه ديما كل يوم يعطيو نصائح، اليوم حبينا اطباء القلب ولا الاطباء بصفه عامه هما يعطيو المثل، هما يعطيو المثل بالتظاهره هذه، هما اللي باش يقوموا بالتظاهره هذه، هي تظاهره حبيناها رمزيه اللي هي باش تعطي المثل، وباش تعطي حسب رايي انا لازم تكون اشاره واضحه اللي اليوم لازم تونس وتونس الكل كيما استثمار في الرياضه. اليوم راهو مهم برشا الوقايه، راهو من اهم العلاج الامراض هذه، خاطر اليوم راهو ظاهره كبيره برشا، قاعدين نشوفوا في كثره الناس، هاك تشوف في اي مكان نمشيو نلقاو ناس تدخين، نلقاو مرض السكر قاعد يزيد بصفة كبيرة، ارتفاع ضغط الدم، 40% من التوانسة عندهم سمنة، واليوم إذا من نجم نقول لك لازم تكون سياسة أصل اليوم لازم تكون، فهمتني، من أهم الاستثمار اللي لازم نعملوه هو اليوم في الرياضة. واضح. دكتور غنام، عدم الحركة والتدخين، نزيد كمل عليه التدخين، معناها والناس اللي ما تتحركش تقريبا من 60 حتى 85% ما تتحركش، بالرغم اللي فما برشا دعايات للخروج للمشي للقيام بالرياضه، معناها اللي قاعدين نشوفوا فيه مش صحيح، معناها بالحق فما الناس مازالت ماهيش واعيه باهميه الحركه. اي، عدم الوعي موجود حتى في بلدان الغرب وفي البلدان المتقدمه موجود، ولكن لازم توضيح. التوضيح هو السيدونتاريتي، عدم الحركه، هي السبب الموت مرض قلبي، الثالثة هي معناها مرض السكر قد ثالث. والسيدونتاريتي عدم الحركة والرياضة مش كيف اللي يعمل كل يوم ساعة رياضة وما يتحركش في الباقي يتسمى سيدونتير. واضح. يتسمى كأنه عنده عدم الحركة، وهذيك معناها عامل متاع موت بالأمراض القلبية. اللي يجري، ايش تقصد بالحركه؟ سيتادير يلزمو يعمل الرياضه وشنو ياخذ؟ ايوه، ويلزمو ما يبقاش اكثر من 3 سوايع وهو ما يتحركش.
دونك انت وقت تشوف معناها السكرتير نتاعنا وقت اللي تبقى ثلاثة سوايع قدام الاورديناتور نتاعها وحتى كانت تجري ثلاثة سوايع بعد تعتبر سيدونتير وعدم الحركة وسيت ان فاكتور دو ريسك. والمشكلة هو كونه الناس كل اللي يمشي يجري معناها نص ساعة في نهار حد يحسب روحه رياضي كبير وهو هذاك معناها بالعكس يمكن يضره خاطر ما يعملش في الحركة البدنية قبل ويمشي يجري هكاك. دونك يلزم هذا التوضيح يلزم نوضحوه، يلزم بعد ما تعمل نص ساعة نتاع الرياضة يلزمك تتحرك. ونحن كي نجوا في 8 نتاع الليل ونحلوا التلفزة ونبقوا 3 سوايع ولا 4 سوايع قدام معناها اون دي سيدونتير، عدم الحركة و سي ان فاكتور دو ريسك عامل من عوامل أمراض القلب والموت. والحاجة الثانية معناها الحصة قداش ما يلزمناش تفوت في التلفزة باش نتبعوها أنا ما بين شوية أخبار ما بين حصص سياسية توا في أمريكا أفلام ما فماش من أقل من 3 سوايع توا في أمريكا وقت اللي تمشي وتحضر محاضرة ولا في كونغري في مؤتمر وتبقى 3 سوايع وأنت قاعد لا بعد نص ساعة يوقفوا كل يدوروا يجروا ويرجعوا. وانت لاحظتي توا اللي حتى لي بريزونتاتور في التلفزه واقفين ايوه واقفين ويتحرك ويمشي ويرجع باش ما يبقاش ثلاثة سوايع ثلاثة سوايع هو 55 دقيقة على حسب مش برشا دكتور. الحاجة الثانية هو لازمك تعرفي اللي كل وقت اللي تعمل ايبروف دي فورس كما اسمه تعمل التخطيط بالمجهود في القلب كي تزيد اماتس معناها درجة ماتس أكثر مجهود أكثر كل ماتس اللي تربحيه يزيدك 13% من عمرك. صافي تكوني مش 70 سنة إن شاء الله أنت 90 ولا 100 لا إن شاء الله في يزيدك 13% ولذا نحن سيرتو إن شاء الله أون بون سونتي دكتور خاطر أون نيم با موغيغ معناها ما نحبوش نموت وإحنا مرضى. أيوا لازمنا نتحركوا لازمنا نتحرك لازمنا نتحرك بو امبورت قد إيه العمر حتى التوضيح هذا يكون عند المستمعين والمتفرجين. يلزم بعد ما يعمل كل نص ساعه يجري يلزمه يتحرك ما يخش ثلاث سوايع وهو قاعد. والحاجه الثانيه يلزم وقت يعمل اللي فرب ديفور وقت اللي يزيد اماتس ريان اماتس اماتس سي سكو نو اون كونسوم كونت اون في ريان. باهي دكتور اذا طب كنت تسمح ماذا بينا نقولوا راهم ما نستناوش باش نكبروا باش نعملوا الحركه معناها يلزم من الصغرى واحنا على ذيك انت تعرف هو من الصغرى نستعمل الرياضه لا احنا ما نحكيوش على الرياضه ونحكيو على الحركه ايه. شفت الرياضه سي لو سبور ايه. اما الاكتيفيتي فيزيك لازمنا نتعودوا ملي احنا صغار وبعد الشباب ايوه. وكل العباد كلها تتحرك وما نقعدوش السيدونتاريتي كما قال هو هذيك معناها القعاد وقت اللي تحط صغيرها باش يركح تحطه قدام تابلات ولا قدام تلفزه مده 3 ولا 4 سوايع هذيك راهو خطر عليه. السنسو هبطوا مشي يلعب كره اللوطة ينقز بالكورد احنا ديما بالنسبه للنساء تقول لك توا اللي يسمعوا فينا اليوم يقول لك انا وين باش نخرج بربي كيفاش احنا نساو وروحوا مخرج الكريم عاش يتلعب فما الرقص فما شتيح فما حطوا تريف موسيقى نجتحوا نتحركوا يلزم نلقاو فرصه باش نتحركوا وكيما معناها ونسيس بكو على السيدونتاريتي وكيما قالت سكون دو لارجون تحرك راهو باش يقول لك انا ولدي نمشي نحطوا يمشي نعمل احنا ما قلناش حطوا في نادي احنا قلنا اخرج انت وياه تمشاو امشيو وفما لي باركور دو سونتي انت في دارك انت ما تسالش روح حتى في الدار تنجم تعمل حركات انت وياه عندك صغير اعمل معني العب معاه هز ماني فما حاجات ماني ما نصعبوهاش هذه اهم حاجه. اهميه الغذاء باش نرجع لك لا نعرف بخلاف الحركه هل الغذاء عنده قيمه عنده دور في ان نحافظ على قلبنا؟ تسالي فيها قدام واحده متخصصه بجهاز لا ما هي رجعت لهم خاطر ريكوموندي باغ لي ميدسان كارديولوج يظهر لي التغذيه معناها حاجه مهمه ياسر للوقايه بيان سور التغذيه هي الكل. شوفي وقت اللي تشوفي انت وقت اللي تشوفي تعملي البيراميد نتاع لي فاكتور دو ريسك تشوفي اول ما تبدا من اللوطة بالكل في القاع هي التغذية والحركة تاع البدن هما الباز هما القاعدة إذا الحركة والتغذية باهية معناها الوقاية موجودة وإذا كان الحركة والتغذية مش باهية راهو تبدا بشوي 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 اللي تظهر الأمراض القلبية وتظهر الموت بأمراض القلبية ولذا التغذية حاجة مهمة جدا. وكيف والله نحن وقت اللي كيف سي فوزي بكم في عمي
وقت اللي نشوفوا واحد جاء بالامراض القلبيه مريض بالامراض القلبيه ونسهلوه على التغذيه نتاعو، في باله هو عنده 4 سنين، عنده 40 سنه ياكل بالصفه ذيك، في باله معناه ما ياكل بصفه معناه سليمه. وقت اللي تسهلوا ياكل بصفه غير سليمه جدا. ولذا يلزم التوعيه ويلزم الانفورماسيون. هل طبيب القلب عنده الوقت حتى يحكي في التغذيه؟ والله سؤال مهم برشا. قبل كل شيء حبيت نقول فما دراسه صارت على 55 دوله وجاوا يشوفوا العوامل اللي متسبب في جلطه قلبيه في العالم الكل، وجاوا يشوفوا من بين العوامل المهمه هي التغذيه. قله التغذيه في الخضر وفي يعني في النوع وفي الكم. سيت ان فاكتور تري امبورطون مع السيدونتاريتي اللي حكينا عليها، قله الحركه والتغذيه. دونك هذا هي حاجه اليوم معروفه، دراسات وراتها بصفه واضحه ما فيهاش نقاش. فما تعرف في الطب فما حاجات نتناقشوا فيها ساعات تنجم يكون فما سكون ابل دي كونتروفيرس. هذايا امور واضحه، والتغذيه عندها قيمه كبيره. للاسف نقول ما عندناش كاطباء القلب ما عندناش وقت كبير ياسر باش نخسوه. ناكدوا برشا على الملح، حكينا فيه برشا مرات. ناكدوا برشا على التوسكي كوليسترول ماتير غراس وهذايا زاد كيف كيف، ولكن باش نعملوا اون ايفالواسيون واضحه دقيقه على التغذيه. هذا يظهر لي معني انتم توجهوا للمختصين يعني صحه في بعض. عندنا ديتيسيان ديما في السبيطار، عندنا معني هذه هي المشكله الكبيره، انه في تونس ماهوش كل الاقسام فيها ديتيسيان. نحن عندنا يعني هذيك احنا موجودين. انا كنت زرت 2014 كنا في كومبياني وين مركز كامل لإعادة تأهيل القلب. القسم اللي موجود دايما فما كوجينا فما يمكن مش اخصائيه واحده في التغذيه، فما اربعه ولا خمسه وكل واحده باش ليه هي. والجانب النفساني كذلك معناها اعاده التاهيل في معناها في البلدان معناها في فرنسا دونك نو سولمون الكوجينا تدرب المريض لكن درب عائلته. يعني يجي هو وزوجته ولا هو والانسان اللي لاهي به. شفت علاش اسهل؟ شفت علاش اسهل من انه تحكي لهم اكاهو عن يلزمكم تعملوا كوجينا. احنا ان شاء الله بعد شهرين باش تجي ان شاء الله. هي في بيني بين المشروع نتاع الكوجينا اللي هي تبني اي مو يلزمه حتى ياخذ الاجراءات الاداريه تو ان شاء الله باش يبدا بحد. وهذا هي احنا اللي نحبوه، خاطر اظهر وقت اللي تلاحظ انه المريض يجيك يرقد في السبيطار يعاود يخرج بعد يعاود يجيك ونفس الاخطاء. علاش؟ على خاطر الحاجات نتاعو اللي يعملهم يوميا في داره ما تدربش، درب عليهم معظم الوقت بالكلام. مش هنا با في دو براتيك، معني ما عملش ما مارسش الحاجه ما طيبش هو بيدو. تو فما فرق بين ما انا نقول لك كيفاش تطيب الحاجه الفلانيه باش تنقص منها مثلا الملح والحاجه، لكن تقعد مطعمها بنين، هذه اهم حاجه، وبين ما هو يعمل البراتيك. دونك هذاك اللي في حاجه دكتور. الحاجه الاخرى هو كونه المراه عندها وقايه ضد امراض القلب اكثر حتى لعمر معين، هرموناتها تحميها الراجل هو يعمل الجلطه والمراه هي اللي تطيب. فهمتي علاش نستدعوا من الزوج؟ خاطر الراجل يعمل الجلطه والمراه هي اللي تطيب. اذا كان اي بالحق نحن راجل طيب عليه فما اقوى شيف في العالم. شيف كلهم رجال. ثم نيوتيد معنا في امريكا، عملوا دراسه في امريكا شافوا اللي في 20 سنه معناها الموت بالامراض القلبيه نقص برشا. جو يلوجوا علاش؟ خاطر سون براتيك هما. دونك قلت لي جو شوفوا علاش، يلقوا الوقايه نقصت من الموت بالامراض القلب قد الادويه الكل. صحيح. اي كومبخي الجراح. معناها الجراح والادويه وكل شيء معناها ينقصوا قد الوقايه وحدها. جوستومون باش نضيف النقطه هذه مهمه برشا، خاطر توا اليوم تشوف مثلا في امريكا، تشوف في كندا، في البلدان متقدمه معناتها عندهم تقدم كبير برشا. الوقايه داخله في الوصفه الطبيه. الاكتيفيتي فيزيك يكتبها وفما دي زاسيغونس يرجعوا. هذاك علاش انا يخلصوها. وهذاك علاش قلت قبل فما امكانيات. صحيح لازم امكانيات. علاش قلت لك لازم استثمار؟ اي اما دكتور في الوقايه، في الصحه، في الوقايه، في الوقايه. يظهر لي انتم معناها معناها vous êtes en train de rejoindre البرنامج الوطني للوقايه من الامراض الغير سارية. معناها في نفس الاتجاه، في نفس التمشي.
تحدثت على اهميه الغذاء وقلت لك انا هل تنجم توصف مش توصف لكن انتم تنجموا توجهوا يعني مع الوصفه الطبيه فما توجيه لطبيب لمختص التغذيه هل ممكن هذا وهل وارد هذا في وارد بالطبع مش المرضى الكل نختاروا في بعض الحالات وقت نشوفوا اللي فما فما ان بوزوان باش يمشي طب التغذيه بالطبع نوجهه لكن ديما نقولها اليوم شوف تشوف مثلا في الخارج عملوا جاوا شوفوا يلقاو احسن حاجه اليوم سي تحط الاختصاصات هذوما من بعضهم تعمل فرد بقعه عملوا سكون ابل دي سنتر كارديو ميتابوليك دي بول دي بول كارديو ميتابوليك دي بول كارديو ميتابوليك تلقى الطبق الاول مثلا تلقى امراض القلب وتلقى التغذيه وتلقى امراض السكر السكري تلقى مع بعضهم اليوم حتى ما تنجمش حتى معناتها لازم نعاودوا في البراتيك ليه باش اوزلي باش تنجح باش تنجح التريتمون تاعك اللي في الامراض القلب والشرايين وباش تحميل قلبه يلزمكش وحدك يعني يلزم فما الغذاء من شيره ويلزم فما تقولوا مود دو في سان معناها هي حياه سليمه نمط عيش سليم مشكلتنا نحن مشكلتنا نحن في التغذيه ولا النصائح اللي نعطوها هو كونه نعطوا كان حوايج ما تعملش هذه ما تعملش هذه ما تعملش هذه ما تعملش هذه ما تطبخش شيء منع ما تطبخش شيء ما تكونش مرمز ولا نحن نبعثوهم المختصين اللي هو يقول له تنجم تاكل من هذا ما في الدرجه هذه تنجم تاخذ هذا ما الدرجه هذه معنا ياخذ هو نحن عندنا هذيك الديتيتيسيان حتى اذا كان نغلط صلحيني محسوب تشوف معناها العادات نتاع التغذيه نتاع الانسان وبعد توجهوا باش ما يكونش معناها ضد العادات نتاعك كاينه تقييم اي تقييم وتخليه في العادات هذيك لكن كما قلت انت تنقص ما هو خايب قولوا تعديل نجم نقولوا تعديل في عادات بربي جوست لحظه خاطر تو باش نحب ناكد على حاجه الخطر اللي قاعد يصير تو هو اللي هذا كل قاعد يمس تو الاطفال نتاعنا اولادنا علاش خاطر قاعدين نشوفوا الاولاد اولادنا تو ما عادش يمارسوا رياضه كما قبل بالفعل خاطر تعرف عندهم الكمبيوتر اليوم عندهم التلفزه عندهم برشا حاجات تخليهم ما عادش يتحركوا والتغذيه زاده كيف كيف فما برشا مشاكل مع اطفالنا واذا تمست ترونش داج هذيك بتاع الاطفال راهو بعد 10 سنين باش نشوفوا حاجه اللي ممكن ما عادش نبداو عندنا الامكانيات قادرين على السيطره عليه اكيد إذا قلت اللي الجمعية رعاية المسنين بالقيروان واللي يرأسها سيد سمير والدكتور سمير الفجي حبينا نحكيو معاه لكن دكتور غنام باش يكون حاضر في هذا الملتقى ما نجموش فما مشكل تقني يعني نجمنا نكلموه لكن المكالمة الهاتفية ما تنجمش توصل للاستوديو دكتور غنام انت باش تتلهى به هذه حتى تقدم لنا الملتقى الثاني طب الشيخوخة بالقيروان اللي هو يصير للمرة الثانية و فيه جانب علمي باش يصير صباح غدوه وفما جانب اجتماعي ثقافي معناها مواضيع كيما كبار السن في القروان كبار يكبروا برشا معناها لا 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 في معناها في النوع المعيشي والاشكاليات مثلا الادماج الاجتماعي للمسنين معناها معناها في التحولات هذه الاقتصاديه والاجتماعيه في تونس انا مسن مثلا انا مقيم وعندي مشروع معناها المقارنه الفلسفيه للشيخوخه معناها فما جانب اجتماعي فما جانب اجتماعي ثقافي وفما جانب علمي الجانب العلمي بطبيعه تشارك فيه سيادتك غدوه حتى الجمع الاجتماعي مش نشارك فيه حتى كمان فهمش نشارك فيه الوغ انت ضيف باش تشارك باش تكون معناها مشارك معك تسير مداخلات لكن في نفس الوقت انت ايضا وراء قدوم اجانب موجودين باش يكونوا غدوه اي استدعنا اجانب جو معانا بارك الله فيهم خاطر استدعناهم في اخر لحظه الاختصاص هما في 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 المرض الدماغ مرض سي دي نورولوج الاعصاب اي خاطر الموت بجلطه في الدماغ معناها موجوده بكثره وتوا ولت هي قريب تفوت معناها الامراض القلبيه خاطر هي جلطه دماغيه كل 10 ثواني كل 10 ثواني في العالم كل 10 ثواني وشوفي نحن وهذا يرجع ظهر لي ابن الجزار هي طبيب قيرواني فهمنا منذ معناها من عهود وقرون عهود وقرون قرون قرون, قرون. اللي ما نجموش نداو الطفل كالكهل ولكن بقينا نداو المسن
كل كهل. كل كهل. وهي غلط. هي غلط. هي غلط. فهمنا اللي الكهل ما ندوش وكيف المسلم ما ندوش الكهل ولا الجيراتري. وبما أن كيف يحكي سي فوزي مدام تطور العلمي والطبي ولا الناس تعيش أكثر. اسبيرونس دو في. اسبيرونس دو في كذا. ومعنا الناس ولا تعيش أكثر ولا المسنين أكثر. ولت هاك معناها سبيسياليتي هذيك الجيرياتري الاختصاص هذيك نتاع الجيرياتري ولت معناها اختصاص نتاع مستقبل توا معناها البيدراتي نقصت خاطر ما الناس يولدوا برشا ولكن الناس كبرت برشا ولذا في المؤتمر هذا كل اختصاصي في التخصص نتاعو يقولنا ويوجهنا كيفاش نداو في التخصص نتاعو المسن معناها ثم النورولوج مش يتحدث على كيفاش نداو الجلطه في المخ عند المسن عندك عند المسن عند المسن والمتخصص في الامراض القلبيه مش يحدثنا كيفاش نداو القلب وسي فوزي حقنا نستدعيناه باش يتحدث لنا على نجم يخلط نجم يخلط اذا غدوه في القيروان باش تصير غدوه في القيروان اللي ينظم هذا هي الجمعيه رعايه المسنين بالقيروان اسف سيد سمير الفجي ما نجموش ناخذوك حبينا أن تكون معنا عبر الهاتف لكن أكيد أنه فريق برنامج المجلة الصحية باش يواكب الحدث هذا غدوة وباش يصور هذا الملتقى والحاجة الجديدة هم جاوا زادوا في آخر معناها المؤتمر طاولة مستديرة هكا نقولوا مائدة مستديرة طاولة تابلوغون تابلوغون طاولة طاولة مستديرة حقا نقولوا حلقة نحن علاش ولا ميدة ولا ميدة ولا مستديرة ميدة مستديرة على الوضع الحالي للمسنين وافاق المستقبل في كيف ما حكيتي توا والجوانب الاجتماعيه حتى التغطيه الاجتماعيه والامراض وفي الميدان المستديره هذه مش يكونوا فيها اطباء ومش يكونوا فيها متخصصين في علم المجتمع والله حكى لي فما حتى فلاسفه معايا فما حتى فلاسفه هي حكى لي سي سمير حقه هو يتحدث خير ويعرفها هو اللي عامل برنامج أما حكى لي ثم علماء وثم فلاسفة كبار ياسر معروفين في تونس باش يشاركوا وهذا معناه فخر أكيد إذن بالتوفيق بالتوفيق لهذا الملتقى اللي تقوم به الملتقى الثاني لتبا شيخوخة بالقيروان إذن باش يكون في القيروان اللي هي المدينة اللي تولدت فيها دكتور غنام ومنها ابن الجزاء نحس فيك تحايل لأن كل عام كل أصحابك اللي تعرفهم خارج حدود الوطن واللي تشتغل معاهم ولي سوميتي في الطب تجيبهم كان للقروان لا ولا نجيبهم حتى نجيبهم مستير تجيبهم بعد فوزي في جربه تجيبهم مستير ولكن والله حاجه خارق العاده للامانه فرصه طيبه باش الاجانب يجيو يشوفوا مدينه جايين بحذاك في المؤتمر المغربي واحنا المغاربي باش نعملوا في جربه في نوفمبر واحنا هذا ايش نحبوا اليوم نتنقلوا شويه لداخل البلاد صحيح تونس خذت من جميع النواحي تنعشوها في كل شيء معناها انا والله صح. عجبني انه يكون في جربه في جربه وحتى اول مره اول مره اول مره باش يوقع في جربه وحاجه باهيه خاطر الاجانب حتى كيف سمعوا بمدينه جربه الحق باش يجوا برشا يحبوا يجيو يحبوا يشوفوا البلاد جست بوغ خاطر ظهر لي سي اوليفي فارني اللي جا من فرنسا خلط وعمل ساعتين ما كنت تعرف تونسير ديما عندهم الوقت كي سويسرا مضبوط ضرب ساعتين ظهر لي روتار وتوا يتفرج علينا سي اوليفي فارني تحيه ليه تحيه ليه حتى غدوه باش يكون موجود واكيد انا باش يكون معاه لقاء نعم. حتى يقع معناها سامحني فوزي الانترفيو قصيت عليك ما نساش تو باش نعديو كيما تعرفوا دكتور عديد كيف يجي بحذانا حتى دكتور غنام عنده حاجات باش نحكيو عليهم بعد هذا هذه الدقيقه دكتور فوزي عديد من اللي ترأس الجمعية التونسية لأمراض القلب والشرايين ولا عنده معاه سيد أحمد سيد أحمد يجيبه معاه كل ما يجي معنا للحصة ما نظنش أنه سيد أحمد ما كنش محتاجين أنكم تسمعوه نسمعوا سيد أحمد شو باش يقول لكم اليوم فيها دقيقة قلب سيد أحمد موظف متقاعد يعدي وقته في القهوة ولا في الدار وهو قاعد في نهار سعيد وكيف خاف على جمعيته من ماتش سعيد سيد أحمد طاح ما في عينه بلا وجيك العادة أقرب طبيب هنا الغالي طلع له الدم الشيء اللي ممكن يتسبب له في تعكرات صحية كبيرة التعكرات هذه نجم تفرغ الجوب تدهور الصحة وتغم القلوب قلة الحركة والقعدة في الدار خلت سيد أحمد معرض الأخطار طبيبه قال له سيد أحمد أسمع نصيحتي وعليك في الحركة
من غير تعب، امشي كل يوم شوية وفيه البركة. 30 دقيقة مشي 3 مرات في الجمعة تخليك تنقص الوزن، تعادل نسبة السكر في الدم وتحميك من أمراض القلب. سيد أحمد اليوم في صحة جيدة ونجم يسيطر على ضغطه بفضل تطبيقه النصايح بيبو. هذه كانت دقيقة قلب متاع اليوم برعاية الجمعية التونسية لأمراض القلب والشرايين. إذن اللي يحب جمعيته يزم يحب قلبه زيدا يستحفظ عليه، ما يلزمش يكون كما قالوا دكاترة، ما يلزمش يكون قليل حركة، يلزمه يتحرك. ربما هذا الهدف من هذه الومضة اللي تم سيد أحمد. تقريبا قاعدونا 10 دقائق باش نتحدث فيهم على دور الأطباء التونسيين مش داخل حدود الوطن فقط بل خارج حدود الوطن. دكتور محمد غنام هو مثل لذلك، وتونس يعاونها في كل مرة يكون موجود فيها بيننا. هو يعيش البرة ما يعيش في تونس، لكن قلبه هنا اللي قلنا نحافظه عليه، وتخميمه أيضا في الأطباء التوانسة وأيضا في التعاون والشراكة، وفي أنه تونس تقعد ديما هي قطب بالنسبة لإفريقيا. التعامل مع الأفارقة والشراكة وتبادل الخبرات مع الأفارقة مش شيء جديد لكن هو قديم. اليوم يلزمنا وهام جدا أن نعزز هذه الشراكة وما نرفعوش يدينا ونقولوا لا نحن وصلنا ونحن عنا ونحن أحسن ناس ونحن أحسن أطباء. لا، كما قلت في بداية الحصة، هذه الكفاءات هي تتحمل مسؤوليات كبيرة، مسؤوليات كبيرة تجاه هذا الوطن وأيضا تجاه الجيل الصغير متاع الأطباء وطلبة كلية الطب في التكوين خاصة. إذا دكتور غنام، وأكيد نفس الشيء بالنسبة للدكتور عداد، بما أنه على رأس الجمعية التونسية لأمراض القلب والشرايين أيضا عنده عمل مع أشقاقنا الأفارقة. دكتور غنام، إذا كنا كل ما تجيب أحذية تقول لي راهو فما مشروع شراكة وتبادل، نتحدث على اختصاص نتاعكم أمراض القلب والشرايين، عاود ذكرني بهذا هذه الشراكة دكتور، وقل اليوم وين وصلت ذولي، صححتوا برشا كونتراتوات اللي هي تساهم في تكوين أطباء أفارقة في تونس ومش أفارقة فقط، ما الجديد في ذلك؟ أولا نأكد اللي الكفاءات التونسية كفاءات كبيرة، وعندنا دو زيكزومبل هنا، دونك الأطباء معنا في تونس، نعرفهم وقت يجوني دي غيزيدون غاديكا، تصوري كل غيزيدون تونسي يجي غاديكا من أحسن الأطباء، دونك التكوين تاع الأطباء نتاعنا من أرقى تكوينات معناها حتى في العالم العربي، حتى في حتى منافسين حتى من الاطباء الاوروبيين. وظهر لي الاطباء نتاع تونس واطبائنا التوانسه يخدموا في الخارج، يخدموا مع بعضهم، كلنا نخدموا لتونس. نحن حبينا نعملوا من تونس مركز لتكوين الاطباء في اختصاص قلب وشرايين بالنسبه لافريقيا. مش نبدو بالامراض القلبيه، خاطر اللي بدوها معنا متخصصين الامراض القلبيه. وقت اللي مشيتنا لافريقيا لبرشا بلدان في افريقيا لاحظت، مع العلم انه سيادتك رئيس الجمعيه الفرنكوفونيه لامراض وتاهيل القلب، هذاك علاش مشيت لافريقيا، خاطر هذا هذه المسؤوليه تجاه الجمعيه، المسؤوليه خاطر هما كلهم فرنكوفونيه في دولاس. وتلاحظ وان معناه يحبوا يجوا للخارج وخاصه لاوروبا باش يتكونوا، ولكن يلقوا صعوبات اداريه وماليه وماديه واجتماعية، دونك ما نجموش. نحن نقبلوا في التخصص نتاعنا في فرنسا واحد من كل بلاد، ولذا انا اقترحت عليهم قلت لهم منكم ما تنجموش تمشوا لاوروبا، ايجوا نقركم في تونس في الجامعه نتاع سوسه، خاطر نقري في سوسه. نسيت ما قلت هيجي، انت تقري في سوسه؟ نقري في سوسه. قري مجانا؟ نقري مجانا في سوسه ومرات في تونس. وتجي على حسابك؟ يستدعني نجي على حسابك. مرات كيستدعني سي فوزي نجي زاد نقري في تونس مرات. الحاصل حاجة أخرى، فلوس مجلس النواب تاخذها ولا ما تاخذهاش؟ لا ما ناخذهاش. واضح. دونك الإفريقيين عرضت عليهم باش يجوا يتكونوا في تونس. أما يلزمني زاد الفرنساويين والبلجيكيين والفرنكوفون يقبلوا باش يجوا يقروا في سوسة. ويلزم الجامعة نتاع سوسة تقبلهم. ويلزم البرنامج يكون هو بيدو. ولذا أون فيت مش يقروا في سوسة. والبرنامج هو بيدو جغرافيا برك بدو جغرافيا برك، والاساتذه هما بيدهم، والدبلوم باش ياخذوه الشهاده تعطيه فرنسا وتونس مع بعضها. باهي، دونك معناها
الافريقي كانه مش يقرا في فرنسا ولا كانه يقرا في تونس بانه في تونس. مي لو تيريتوار مش هو بيد. لو تيريتوار مش هو بيد ونحن رابحين. علاش رابحين؟ رابحين خاطر دابور مش يدفعوا بالعمله الصعبه. وشهره. شكون مخلص الصعبه؟ شهره تونس هم يخلصوا. اللي هما شكون؟ الافارقة. الافارقة يخلصوا. باش يخلصوا بالدوفيز. يخلصوا بالدوفيز. يخلصوا بالدوفيز. وشهره للجامعه نتاع تونس. وثم تبادل مع الجامعات في فرنسا وفي لوكسمبور في المعنى في البلدان الفرنكوفونيه. والفرنسيين شكون يخلصهم؟ اللي يقريو يجيو يقريو لهنا. يقروا بلاش مجانا توا في المعنى البروموسيون الاولى. لكن ثم فلوس نتاع نتاع الاتحاد الاوروبي ولا لا ولا نتاع الفلوس؟ ما عطوش مازالوا ما عطاش. ما تعرف السياسي باش يعطيوهم. هذا هو باش يعطيوهم. باش يمولوا شنو كي باش يعطيوهم؟ باش يمولوا يمولوا معناها. انت قلت الافريقيه يخلصوا لكن انتوا ان سيغتان مومون قلنا حكينا قلنا انه هما باش يخلصوا لهم السيجور نتاعهم. هما باش يخلصوا لهم معناها حق معناها الثمن نتاع الدراسه نتاعهم والتكوين. اي نحن حبينا الفرنكوفونيه تخلص كل شيء. شويه مشيتنا الرئيس البرلمان في فرنسا ورئيس مجلس الشيوخ وشفت برشا سياسيين كلها كلام. كلام تونا باش يكون باش يخلصوا فكره. دوك باش يخلصوا هما باش يخلصوا. هو سو كابابل باش يخلصوا. الفرقه سو كابابل. هي هما كانوا مش يسجلوا في فرنسا ومش يسكنوا في فرنسا دونك ينجموا يعملوا في تونس ارخص. واضح دكتور. بخلاف الافارقه فما ناس اخرين؟ فما لبنانيين فما اي ثم فات ثم 12 دوله. ثم السنغال وثم تشاد وثم بوركينا فاسو وثم كوت ديفوار وثم مالي وثم كونغو وثم لبنان وثم المغرب. دونك كل مسجل وتوا عندنا 23 مسجل خاطرنا نحبوا نعملوا قسم صغير. باش دونك سي ان بتيت اكزومبل. هو نموذج صغير لكن ينجم يتعمم على الكليات الاخرى معناها كليه. اي نحن نحبوا بعد نطوروا مش نبدوا بدانا بتخصص في الامراض القلبيه ومش نزيدوا التخصصات الكل في الامراض القلبيه خاطر برشا تخصصات الامراض القلبيه. توسي فوزي عاوننا ويعرف برشا افارقه من افريقيا ويمشي هو كان في الكوت ديفوار. اي كان الكوت ديفوار. دكتور قبل ما نمر الى دكتور عداد حتى نتحدث على زيارته للبلدان الافريقيه وربما ما هو الهدف من ذلك بخلاف تبادل الخبرات وكل لكن فريمون ريلمون شنو اسكو معناها هل هو ضروري اليوم هل هي معناها sans hésitation il faut aller vers l'Afrique il faut que l'Afrique معناها لازم افريقي الافارقه يجيو لتونس ولازم يقعد ديما بول. لكن قبل ذلك دكتور وين وصل كتابك التطبيقي الخاص باعاده بالوقايه وتاهيل كلمه واحده وهذا عندك كتاب باش يخرج في اخر من هون نقول انا اخر اكتوبر من عندي كتاب باش يخرج من هنا لاخر اكتوبر ان شاء الله نجي نتحدث عليه. اكيد باش يكون عندي الاكسكلوزيفيتي. اي عندك. لا عاد نتغشش عاد وقتها. عندك كان يستقطبك حد اخر. نولي انا طالع لفرنسا ما عادش انت تهب. في 17 كاتب ومش يتباع في 24 دوله. 19 كاتب معناها تقصد 19 طبيب مختص. طبيب متخيل مش فيلسوف وعالم في المجتمع. لا لا لا, لا. طبيب. والفلوس نتاع الكتاب هي تمشي للجمعيه مجانا. فما جمعيه انسانيه خيريه. جمعيه خيريه. قوليش عاد قولي عليها زيد قولي مساش قولي الجمعيه هذه مازلت ما تكونتش ولا لا تكونت؟ تكونت اللي هي الجمعيه هذه الجمعيه مش فات الجمعيه. نحن عملنا جمعيه في فرنسا باش تتخصص في التكوين في تونس. ومش نعطوها للجمعيه هذيك. تكوين شنو بالضبط؟ تكوين طبي. اي تكوين طبي. دونك مش تمشي للجمعيه هذيك باش نجموا توالنا عن الامكانيات باش نكونوا في تونس. جست سامحني البرنامج هذا ما مشى الا ما سي علي المتراوي اي اللي هو الدويان عميد كليه الطب بسوسه. عميد كليه الطب هو اللي قبل البرنامج وهو اللي واكبنا فيه ومعناه عنده دور كبير. ونهار الاثنين عندي اجتماع مع في الجامعه في سوسه باش نصحوا الكونفونسيون. سي انا نجم نقول سي وصححت ولسامي موجوده. لسامي موجوده. اذا بالتوفيق دكتور. بالتوفيق لكتابك اللي ان شاء الله نشوفه انا الاولى لهنا ونحدث حد ثاني. بارك الله فيك. للساده المشاهدين بالتوفيق لذلك. مش نادي سي فوزي. بالطبيعه ديديكاسي دكتور فوزي. دكتور فوزي بشنو فهم معك؟ وحتى الدكتور السيده ليلى علوان باش تعطيني ايضا دقيقه. كلها جرت سيد احمد. اذا دكتور كنت في الكوت ديفوار ايضا
شراكة بين الدولتين؟ والله قلت شراكة مونيفي معناتها كنت في أبيجان باختيكولير. مشيت لأبيجان ومن عام 2013 والجمعية التونسية لأمراض القلب والشرايين قاعدة تتنقل في أفريقيا. عملنا أول مؤتمر في أبريل 2013 في ساحل العاج في كوت ديفوار، وكان مؤتمر كبير برشا، جاو نجم نقول 120 أطباء القلب في كامل أفريقيا، وكانت فرصة باش نعطيو نوريو واش قاعدين الكفاءات التونسية. ونجم نقول لك في أفريقيا وين التوانسة تتنقل، السمعة نتاعنا كبيرة برشا، يحبوا يجيو لتونس كما قال الدكتور محمد غنام، عندهم صعوبات برشا في التكوين تو في الخارج، يحبوا يجيو يوميا قاعدين يكلموا فينا باش يجيو لهنا، يسعوا باش يجيو، يعرفوا اللي باش نعطيك دونك لازم برشا حاجات تتحرك، لازم نستحفظوا زادة كما انت قاعده تاكد، واحد وزاره التعليم العالي لازم تتحرك، كليه الطب كذلك. شوف يا توت اون كوبيراسيون باش يكون تتنظم مهمه برشا، وتعرف فما زاده برشا شركات تو ادويه تونسيه باش تبدا تنتج في بلدان افريقيا، ومهم برشا باش تونس تعطي ديما المثل وتكون ديما المثل الاعلى بالنسبه لهما. دونك هذاك علاش احنا تنقلنا لافريقيا، وباش نستدعاو المؤتمر نتاعنا في جربه باش يجيو ديجا عندنا 15 اطباء من كوت ديفوار باش يجيو، عندنا ناس من مالي، عندنا ناس من السنغال، من البنا، من البوركينا فاسو، عندنا علاقات كبيره برشا مع بوركينا فاسو. دونك هذا انا في نفس الاتجاه، معناه هو تواصل لنفس الشركه. كان عندي جوست 10 ثواني عندك اقل، خذيتهم من عند 10 ثواني لا نحب على التظاهر تاع غدوه نحب ناكد معناتها شو نقول انا هذيك كنت نسيت دكتور تكلم انت، لا نحب معناتها ناكد اللي الناس الكل هذا لو تظاهره رمزيه صحيح، ولكن نحب الناس الكل تجي جانب الاطباء، السلك الطبي وشبه الطبي باش يكونوا هما يعطيو المثل لاهميه تتحث على التظاهره نتاع القران. القران زاد كذلك ما تنساوش في البيرج دولاك في البحيره الزيرو في اول البحيره باش نعملوش بيبليسيتي، امشيو نهار لحد بالي ماراثون مش حتى طبه فقط، بل كل واحد ينجم يساهم في ذلك. ايضا ما تنساوش انكم غدوه معاد التغذيه ابوابه مفتوحه لكل من عنده مسن في البيت يحب يطمن على صحته، ايضا وينجم يعدل شيئا ما اخذ ادويته او طريقه الغذاء. شكرا جزيلا لك دكتور فوزي عداد على قبولك الدعوه وحضورك معنا، شكرا جزيلا لك سيده ليلى علوان على قبولك الدعوه وحضورك معنا، شكرا جزيلا لك دكتور محمد، بارك الله فيك. وغدوه كذلك كما قلت باش يشوفوكم في تغطيه لملتقى الثاني لطب الشيخوخه بالقيروان. هكا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، الى اللقاء.